مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم. الجزائريون صدموا وفجعوا صبيحة هذا اليوم بوفاة الإعلامي الكبير والقدير الأستاذ سليمان بخليلي، بعدما كانت الأخبار التي روجت سابقا حول هذه الوفاة في خانة الشائعات، لكن اليوم وعبر الحساب الرسمي للإعلامي القدير والإعلان الذي كتبه ابن الفقيد أعلن رسميا عن وفاة الإعلامي الكبير الأستاذ سليمان بخليلي. طبعا اسم ووجه إعلامي جزائري غني عن كل تعريف، تقريبا أجيال من الجزائريين وحتى العرب تجمع على كفاءته وعلى مهنيته وعلى تقديمه الإضافة للإعلام الجزائري والإعلام العربي. طبعا هو من الإعلاميين الذين تركوا بصمة، لم يكن الإعلاميين الذين يقلدون، بل الإعلامي الذي يضع نموذجا، يضع طريقة خاصة به، وصف كثيرا بالإعلامي المثقف وبالإعلامي الذي يضع النقاط على تفاصيل التفاصيل، وكأنك لما تشاهد حصصه وأنت في درس في الإعلام ودرس في التقديم ودرس في طرح الأسئلة ودرس في إعطاء المعلومة والإجابة بصورة جميلة ومريحة للنفس. طبعا اليوم الجزائر تفقد إذن هذا الإعلامي عقب إصابته بفيروس كورونا، مكث بعد هذه الإصابة أسابيع في المستشفى، قاوم وقاوم. كنا نسمع من حين لآخر أن الأستاذ حالته تتحسن وأنه إن شاء الله سيعود إلى بيته، سيعود إلى عمله، سيعود إلى القناة التي أسسها حديثا ونشاهده مرة أخرى، لكن اليوم صباحا تم تأكيد الموت والكورونا تغيب الأستاذ الكبير سليمان بخليلي. طبعا اليوم سنحاول أن نقف أمام المشاهد، مشاهد الجنازة المهيبة التي نقلتها القنوات في الجزائر. جزائريون كثر بسبب بعد المسافة وبسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا والاحترازات الصحية منعهم هذا من الانتقال إلى مقبرة جريدي حيث وري جثمان الأستاذ الراحل، لكن قلوب الجزائريين، تقريبا كل الجزائريين، كانت هناك، كانت تترحم على هذه القامة الإعلامية الكبيرة والمميزة. طبعا هذه صور الجنازة، ولولا بعد المسافة ولولا إجراءات كورونا وظروفها لكانت الأعداد أكبر وأكبر، وبالفعل كانت هذه الحشود حاضرة أيضا في مقبرة جريدي. طبعا اليوم حاضر معي هنا في الأستوديو الأستاذ سمير شعابنا الإعلامي، وهو أيضا صديق المرحوم. أهلا بك أستاذ. شكرا لك على الدعوة. طبعا وقبل هذا، قبل ما نوصل معك أستاذ سمير، معنا عبر الهاتف الأستاذ فؤاد ومان، الفنان والصديق الراحل وصديق الإعلام الراحل سليمان بخليلي. أستاذ فؤاد ومان، أنت اليوم ربما لما حدثتك عبر الهاتف مساء هذا اليوم قلت لك أنت فقدك اليوم هو فقد الأخ، نعرفك كثيرا، يعني تلازمه دائما، تحضر معه دائما في مختلف المناسبات، أنت كان حاضرا أمامك وأنت كنت حاضرا، حتى الصور الأخيرة للمرحوم كنت حاضرا فيها. تفضل أستاذ. أستاذ فؤاد، طبعا سيعيد زملاء الاتصال بأستاذ فؤاد ومان. طبعا هذا السؤال ربما ليك أستاذ سمير شعابنا، فقدنا الأستاذ سليمان بخليلي، فجعنا به حقيقة، يعني بكل صراحة، يعني ما كناش ننتظر، يعني كزملاء كأصدقاء. الأخ سليمان هو من مسقط رأسي، ترعرعنا مع بعضنا البعض، عملنا لنفس المؤسسة مع بعضنا البعض كذلك، يعني ولا مرة كان لقاء محاضرة في الجزائر أو في مختلف ربوع الوطن إلا ويقدم لي الدعوة أن أشارك معه فيها. كل أعماله كذلك خارج الوطن، لا سيما في فرنسا، كنت أنا لأرتب يعني هذه الأعمال، وبالتالي كنت أتابع يعني الوضع الصحي للمرحوم منذ عدة أيام بكل صراحة، وكنت أتواصل معه لأنه هو في الحديث ما كانش يتحدث كثير، بحكم أنه قضية
يعني التنفس كان عنده كانت عنده صعوبة، فكنت أتواصل معه كتابيا كل صغيرة وكبيرة، تنقلت له كذلك للمستشفى وأديت له زيارة في الرويبة عندما كان في البداية، بعدها تنقل إلى مصطفى باشا، كانت نيته كذلك ورغبته أنه في مصطفى باشا يعني كان العتاد الصحي أفضل بكثير يعني من مستشفى رويبة، لكن يعني صدمنا مثل ما صدم الكثير من الجزائريين سواء داخل أو خارج الوطن بوفاته هذا اليوم. كنا نظن أنها إشاعة بكل صراحة، لأنه أنتم على علم أنه المغرضين والنفوس والقلوب المريضة التي يعني بثت هذا السم إن صح القول في عائلة سليمان وحتى في سليمان بحد ذاته، لأنه وفاته بكل صراحة أنا أقول لك أخي علي نسبة كبيرة يعني من وفاته، رغم أنه الوفاة يعني حق، لكن صدم كذلك هو بهذا الخبر اللي أثر عليه، أثر على العائلة تاعه، أثر على ابنه كذلك اللي كان خارج الوطن. تفضل. ربما طبعا ربما أستاذ فؤاد ومان حاضر معنا الآن عبر الهاتف. أستاذ فؤاد، أنت أستاذ سليمان بخليل المرحوم بالنسبة إليك لم يكن مجرد زميل أو صديق، كان أخا، ربما أنت لازمته كثيرا وكنت دائما في الصور في المناسبات حتى في اللحظات الأخيرة وفي آخر الصور التي تم نشرها الأستاذ كنت حاضرا. أول شيء تعازينا ليك وتعازينا لكل عائلة الفقيه. ثبت الله أجرك أخي علي، وشكرا لك والقناة البلاد على هذه الوقفة، وقفة الوفاة هذه لأخ عزيز وصديق عزيز وإعلامي كبير فقدناه، يعني إعلامي كبير ومثقف ومفكر، يعني اليوم فقدنا أحد رموز الفكر والثقافة والإعلام في الجزائر حقيقة. يعني قصتي مع أخويا سليمان قصة طويلة جدا يعني منذ الصغر، يعني وطوينا معا أشواط كثيرة وحلمنا يعني الكثير من الأشياء، حققنا جزء منها، وكانت قناة البديل من بين الأحلام التي تكلمنا عليها عنها في قناة البلاد العام الفارط، يعني إذا كنت تشفى فعلا فعلا عندما استضفتونا في سهرة من سهرة رمضان، وكنا أعلننا يعني لأول مرة أعلننا عن يعني بأننا ناويين يعني نطلق قناة في المستقبل، والحمد لله يعني، وتشاء الأقدار أن يرحل سليمان في ونحن نحضر للذكرى الأولى للشمعة الأولى لقناة البديل بعد يومين أو ثلاثة، ولآخر لحظة كان معي بالهاتف ويقترح علي يعني نعيط فلان كنا رايحين نديروا بلاطو يعني نحيو فيه الذكرى هذه، كنا على تواصل يعني حتى وهو على سرير المرض كان يعطيني في أفكار ويعطيني في بعض الأشياء يعني اللي تكون لصالح هذه الذكرى هذه، ومن بين الأشياء أنه قلت له يا سليمان خلاص دوك احنا المفروض يومين ثلاثة تخرج، قال لي واللي ما لا ممكن جدا نكون معاكم في البلاطو نحضر معاكم في البلاطو يعني، لكن القدر شاء غير هذا ونحن لا نملك إلا أن نسلم بما قدر الله. أستاذ فؤاد، ربما صحيح أنه المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا ربما حاج الأستاذ سليمان بخليلي يعني خلطها الكثير من الإزعاجات خصوصا قضية الإشاعات، كيف كان يتلقاها؟ أن الإنسان يكون هو كان حتى وهو على فراش المرض كان يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ويقرأ أخبارا نشرتها نفوس المريضة تتحدث عن وفاته، هذا أثر فيه. ونصحته قلت له يا سليمان حط التليفون ألت بروحك ألت بصحتك يعني ما تقراش الأشياء هذه التافهة هذه اللي ممكن تأثر على نفسيتك، قال لي لا، قال لي أنا إنسان مؤمن، قال لي يعني وش دار ربي راضي به، قال لي ما، وخصوصا الإشاعة الأخيرة هذه منذ يومين هذه حسيت أنها أثرت في نفسيته يعني، وإن كان ما حبش يبين لي يعني، وكتب هو بنفسه كتب يعني على الإشاعة هذه، لكن داخل ذراته حقيقة يعني أثرت فيه يعني، وش هنقول احنا تمنينا يعني أنه بداية مثل الشفاء وتفاعل مع العلاج الأخير هذا، وكان يوم بعد يوم يتحسن يعني، قلنا ممكن اليوم الجمعة ولا السبت يخرج من المستشفى يعني،
لأنه حالته صح يعني فعلا حسينا أنه تحسنت يعني، ولا كان يهدر ثقيل ولا تحسنت حتى لسانه ولا يهدر عادي يعني تحت الماسك تاع الأكسجين كان يهدر عادي. وفرحت أنا قلت يعني ممكن غدوة ولا بعد غدوة يقدر يخرج، حتى الساتوراسيون تاع الأكسجين طلعت. لكن الغلب صبيحة اليوم تفاجأنا به. اليوم ربما اليوم الجزائريين تقريبا في مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام في الشارع الجميع يترحم على الأستاذ سليمان بخليلي. نعم كان مستاء من بعض الناس اللي ولا حتى مكالمة هاتفية يعني ما سألوش عليه، وما وحاولنا نتوسلوا لبعض الجهات أنها تعطي له رعاية أكثر ويعني ما قال لي ما نروحش للخارج المهم لهنا بركي تهلاو فيها أكثر يعني. حاولنا نتصلوا بناس لكن لا حياة لمن تنادي. هذه ثاني أثرت فيه لكن قلت له سليمان قلت له نقول لك حاجة، يكفي أنه الملايين الآن قلت له راهي تدعي لك بالشفاء وتمنوا لك الشفاء ويطلبوا في ربي أنه يشفيك. قال لي صح. قلت له الملايين هذه ما نلقاوش فيهم واحد صالح يتقبل منه ربي سبحانه. قال لي صح. قلت له خلاص يكفيك هذو الناس هذو اللي رام يحبوك ويدعو لك ربي أنه يشفيك. ربي ما كتبلوش أنه يعيش. الملايين نفس هذه الملايين راهي تدعي له بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. وقال لي يعني ليلة الإشاعة هذه قال لي إذا كتب لي ربي إن شاء الله أني زادني في حياتي قال لي أقطع نذر من الآن، قال لي أني نخصص 20% من مداخيل قناة البديل لخدمة القرآن الكريم لتحفيظه وتدريسه. قال لي حتى نموت. قلت له هذه يا سليمان خويا هذه من بين الأشياء اللي رايحة إن شاء الله تكتب لك في ميزان حسناتك حي أو ميت. إن شاء الله إن شاء الله. أعزيكم مرة أخرى أستاذ فؤاد ومان، أعلم جيدا القرابة الروحية والقرابة بينكما كصديقين أخوين لا تفترقان. اليوم حصل الفراق بحكم قدر الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون مرة أخرى، ونعزيكم مرة أخرى أستاذ. شكرا لك يا علي وشكرا لقناة البلاد على هذه الوقفة. شكرا شكرا أستاذ. شكرا شكرا. إذن أستاذ سمير نعود إلى الحديث حول قضية الشائعات التي أثرت عليه. نعم. شائعات يعني الناس هداها الله هداها الله، أصبح تقديس هذا الجام في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي عنده أبعاد خطيرة حقيقة. قال لك الأستاذ كان يتحسن شاف يعني هذه الأخبار المزيفة والشائعات أثرت على حالته النفسية، خاف وربي يا ناس. حقيقة أخي علي، وأقول لك يعني بصراحة أنه يجب على الدولة أن تتحرك في مثل هذه المواضيع بكل صراحة، لأنه يعني هذا النجم وهذا كذلك هذه القامة الإعلامية راحت يعني بسبب هذه الإشاعات. وأنا أقول لك بسبب الإشاعات، نعطيك فقط لتقرأ للمتتبعين تاعك آخر رسالة اللي كتبها هو شخصيا بعد الإشاعة، يعني بإمكانك أنه تقرأها للمتتبعين. يقول أستاذ سليمان بخليلي رحمه الله ربما من آخر رسائل هذه آخر شيء، يشهد الله أيها الأصدقاء أن تلك الإشاعة المغرضة التي سربها المفترون تحت جنح الظلام لم تؤثر في نفسي إلا بمقدار تأثير شوكة يشاكها المؤمن. اطمئنوا فأنا في عناية الله تعالى ورعايتي، مرفوقا بكتاب الله في صدري، محاطا بتضرعاتكم وأدعيتكم التي تصلني من كل مكان، مشمولا بمتابعة طيبة لخيرة شباب الجزائر وإطاراتها في مستشفى مصطفى باشا، ولله الحمد والمنة. طيب فبالتالي يعني بعد هذه الإشاعة طلب مني ومن بعض المقربين منه بكل صراحة احتواء يعني هذا الخبر وهذه الشائعة، وحاولنا أن نتصل بالكثير من الأصدقاء لأنه كانوا كل الأصدقاء يتصلوا بنا لأنه على بالهم بعلاقتنا معها أنا فؤاد ابنه إلى آخره، وحاولنا من خلال الاتصالات تاعنا وشفت هذا عبر الرسائل. نعم. نطمئن الناس يعني سواء داخل أو خارج الوطن. وحتى هذا الخبر خبر اليوم وفاته صدقني أنا في الخامسة صباحا ما أمنش، قلت ربما واحد من القراصنة يعني دخلوا الحساب تاعه زادوا داروا معلومة.
يعني وتأكدت بعد الابن وكان يتكلم معايا ما كنتش نأمن فيه. يا أخي يا أحمد حقيقة توفى حقيقة توفى. يعني راح نبقى في هذا ربما الأمور وهذه التفاصيل بعد قليل. أستاذ سمير شعبنا الآن يلتحق معنا عبر الهاتف البروفيسور فارس مسدور الأكاديمي والأستاذ الجامعي. مساء الخير أستاذ مسدور، ونعزيكم ونعزي أنفسنا وعائلة الفقيد في الأستاذ سليمان بخليل. عظم الله أجرنا وأجركم خير علي، وأسأل الله العظيم أن يتقبله في الصالحين وأن يوسع له في قبره مد بصره وأن يرضى عنه وعن والديه. أستاذ سليمان بخليلي خسارته خسارة عظيمة للجزائر. الكل يعرف قيمته ويعرف قدره ويعرف أن هذا الرجل كان رجلا موسوعيا، وآدابه وأخلاقه كانت تسبقه قبل أن يصل إلى أي واحد من الناس. رجل عرفته من خلال أولا الإعلام، وأيضا من خلال حجنا مع بعض. كتب الله لنا أن نحج مع بعض، وكانت رحلة حجنا وش من سنة بروفيسور جدا. نعم أخي علي، وش من سنة بروفيسور كان الحج؟ قبل تقريبا اظن 2018 حجينا مع بعض، 2018 حجينا مع بعض، وكان بدعوه من رابطه العالم الاسلامي. كنا تقريبا 5 أشخاص من الاساتذه والدكاتره، وهو كان معنا. وسبحان الله العظيم كانت من اعظم الحجات. سبحان الله انا حجيت 4 مرات، لكن الحجة مع الأستاذ سليمان بخليلي كانت رائعة جدا. لا تمل تماما من الجلوس إليه. كاين مواقف ربما تقدر ترويها لنا بروفيسور حصلت مع المرحوم؟ والله شوف، أنا حدثت واقعة في الحج. أنا من شدة شوقي يعني كنت أدخل الحرم في بداية وصولنا ولم أظهر مدة 3 أيام. فالأستاذ سليمان أخذ معه أحد الدكاترة من المجلس الإسلامي الأعلى، وذهبوا ليبلغوا بأنه شخص مفقود في المجموعة. فلما وصلوا عند أحد السودانيين، فيقول ذلك السوداني، والدكتور الأستاذ سليمان يعني يذكرها بطريقة كاريكاتورية، قال له: هل هذه غيبته الأولى أم كانت له غيبات من قبل؟ أستاذ سليمان يجيبه بطريقته بأسلوبه باللكنة السودانية، فيقول له: نعم، هذه أول غيبة له، ولم نعهد له غيبة كبرى. فالمهم كان الأمر فيه نوع من، فقال له: لا تقلق، سيظهر بإذن الله تعالى. يعني ففعلا عندما رجعوا إلى الغرفة وجدوني هناك. فلما سألني قلت لشدة الشوق دخلت فعجزت عن الخروج من الحرم. الرجل رجل فاضل، رجل سبحان الله العظيم. الأريحية التي تجدها معه لا تجدها في كل الناس فعلا. لما تلتقيه وكأنك تعرفه منذ عقود طويلة. نعم، يعني هو ببساطته بتواضعه يلج إلى قلبك دون أن يطرق أبوابه. فعلا أن الذي يعجبني في الأستاذ سليمان أنه شخصية جامعة. أستاذ سليمان لا يحب العداوات، شخصية تجمع ولا تفرق، شخصية تحاول أن تؤلف بين الناس. الله، فهذا عطاء الله. وعندما تبحث عن تربيته تجد رجل حفظ القرآن وهو صغير، وكان يصلي بالناس التراويح. يعني هذا الذي يعني عرفته من خلال قربي. في أقل من دقيقة دكتور مسدور، ماذا تقول لعائلته ولمحبيه في الجزائر وخارج الجزائر؟ أنا أقول أولا للجزائر، الجزائر فقدت اليوم ركيزة من ركائزها الإعلامية، ولم ينتهي أمثال سليمان بخليلي موجودين في كل مكان، موجودين في قناة البلاد، موجودين في الشروق، موجودين في كل القنوات الفضائية. هؤلاء الذين أعطوا قيمة للإعلام الجزائري، أسأل الله العظيم أن يعظم شأنهم وأن يكونوا هم العملة السائدة.
الجانب الثاني الأستاذ سليمان الخليلي عاشق اللغة العربية ودافع عن اللغة العربية برقي وبأسلوب رائع جدا من خلال خاتم سليمان وفرسان القرآن وغيرها من الحصص التي كان يقدمها خاصة في مجال الشعر والمسابقات الشعر. يعني لم نعهد للجزائري أن تتكلم عن مسابقة للشعر، الرجل أسس لهذه المسابقة. أقول للجزائري لا تنسي فضل سليمان بخليلي، ولا نريده أن يطمس شخصه مثلما طمس الكثير من أعلام الجزائر. أنا أرى بأن سليمان بخليلي هو عالم من أعلام الجزائر، أسأل الله العظيم أن يعلي مقامه عنده كما أعلى مقامه في الدنيا. أمين يا رب العالمين. وأقول لعائلته سليمان لم يمت، سليمان بخليلي لم يمت، سليمان بخليلي ما يزال حيا بيننا وسيظل كذلك. إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. وأنا أرى من يسر الرحمن أن سخر لهذه الأمة أمثال سليمان بخليلي. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور فارس مسدور، شكرا جزيل الشكر على هذه المداخلة الطيبة. طبعا أستاذ سمير شعابنا، مشاهدين الكرام، روحوا الفاصل ثم نواصل هذه الحلقة من البلاد اليوم. عدنا مجددا مشاهدين الكرام، البلاد اليوم مستمرة معكم لهذه الأمسية. طبعا الحديث اليوم وهو الخبر الذي هز الجزائر، وفاة الإعلامي القدير الأستاذ سليمان بخليلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. مشهد جنازته بعد صلاة الجمعة بمقبرة جاريدي يصول ويجول في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام والقنوات الجزائرية التي نقلت هذا الحدث على المباشر. طبعا تغمد الله روح الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته. طبعا حديثنا اليوم عن تاريخ هذا الرجل وأثاره على المشهد الإعلامي الجزائري وحب الجزائريين لهذه القامة الإعلامية. طبعا هنا في الاستوديو أعيد الترحيب بالأستاذ سمير شعابنا الإعلامي، أهلا بك مرة أخرى أستاذ. شكرا. ومعنا من باريس الأستاذ الطيب والعروسي وهو كاتب وصحفي في معهد العالم العربي في باريس. نعم نعم، أهلا بك أستاذ الطيب ود العروسي. أنت كانت لديك علاقة شخصية بالراحل، لما خصوصا لما كانت عنده زيارات إلى العاصمة الفرنسية في مهمات عمل وما إلى ذلك، يعني حدثنا عن تجربتك مع الفقيد. أولا أحييكم، و طبعا عظم الله أجر الجميع. سليمان بالنسبة لي أخ، مش كان صديق، يعني صديق وأخ، وكانت بيننا علاقات عائلية. يعني عندما كنت أذهب إلى الجزائر أحيانا أنام في بيتي، وعندما يأتي إلى باريس نلتقي وطبعا نتجول. وأريد هنا أن أركز لو تسمح لي يعني على يعني مداخلتي على أربع نقاط لأن الوقت قصير. أنا عرفت سليمان منذ نهاية القرن الثمانينات القرن الماضي، وأصبحنا علاقتنا تطورت لأنه كان يحب الكتاب وكان عنده ذكاء خلاق ورائع، وكان أيضا عندما يأتي إلى باريس ويزور المكتبات، كنا نزور بعض المكتبات طبعا، أول شيء يفكر فيه هو شراء بعض الكتب للطلبة وللباحثين. كل فلان أصانع على الكتاب الفلاني، وفلان أصانع الكتاب الفلاني. يعني يا ريت فقط الزملاء الصوت في الاستوديو ما راناش سامعين بصوره واضحه الاستاذ الطيب ود العروسي. تفضل استاذ تفضل. انا لاني انا في القطار مش عارف، انت سامعني الان؟ سامعك سامعك، تفضل تفضل. يبدو ان المشكل من المصدر، معليش تفضل استاذ تفضل. او
عموما يعني كنا هذه علاقتنا كانت علاقة عائلية وعلاقة أسرية وعلاقة أدبية وإنسانية. النقطة الثانية اللي حب نتكلم عليها هي حرفية هذا الرجل. كان عندما يأتي إلى باريس في معظم الأحيان يكلمني على آلة جديدة، على كاميرا ذات بعد جمالي وتقني جديد. فعن طريقه عرفت مجموعة من المتاجر التي تبيع هذه الكاميرات، وأيضا كان دائما يريد أن يعرف الجديد في مجال الإعلام. يعني مثلا يذهب يزور معلش أستاذ وصلت الفكرة، لكن يبدو أن المكالمة ليست بالجودة المطلوبة، لكن وصلت فكرتك. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ طيب والدعروسي الكاتب والصحفي في معهد العالم العربي في باريس. طبعا عودة إليك أستاذ سمير شعبنا، كنت تتحدث عن ما فعلته الإشاعة بالمرحوم في الأيام الأخيرة، بالمرحوم وبالعائلة كذلك وبالأصدقاء. أنت تكلمت حتى الليلة الماضية، أنا كنت أتواصل معه يوميا بكل صراحة، وكنا نتواصل يعني كتابيا، لأنه مثل ما ذكرت لك يعني ما كانش يتكلم، يقول لي دائما عندي إشكالية في التنفس والبروتوكول الصحي يتطلب مني فقط أن أتواصل. ربما هذا خطأ كذلك، لأنه كان يريد أن يتواصل مع المحيط الخارجي من خلال الواتساب، يعني لأنه كان يتابع الأحداث. حتى تكلمنا مع بعض الأصدقاء وقلنا يا جماعة خليوه بعيد عن الإشاعة، ما تكلمولوش عليها، لكن الإشكالية أنه كان يتابع يعني كل صغيرة وكبيرة وكل مستجدات الوطن وخارج الوطن من خلال الواتساب، وحتى من الميديا، يعني حب هو حتى الميديا يتبع، لأنه إعلامي يحب كذلك المستجدات. أنت كإعلامي كذلك تحب ويعني تريد أن تتابع كل ما هو جديد ومستجد يعني في فمثل ما ذكرت لك يعني حتى كي وصلتنا معلومة كنا نظن إشاعة يعني بكل صراحة. فقال لي وطلب مني، قال لي يجب أن يعني تحتوي هذا المعلومة، وقلت لك يعني علمنا كل أصدقاء، لكن فلتت من يدينا بكل صراحة، لأنه إنسان حساس لما أنا نعرفه كثير، يعني إنسان حساس كثير كثير لواحد درجة اللي ما تقدرش تصور أي شيء أثر فيه. لكن حتى لو ما نعتلكش وما تشوفش من خلال الملامح تاعه أو من خلال الحركات يعني حركاته أو حتى من خلال كلامه، لكن نفسيته تأثر، وبالتالي تأثر بهذا الكلام يعني من الناس اللي قدم لهم لسنوات وعطالهم يعني أحسن وأجمل وأفضل ما يملكه هو. وربما الملفت حتى في تلك المنشورات التي كان يكتبها وهو على فراش المرض، صح وحالة صح صعبة، صح كانت اللغة سليمة، نعم تفاصيل نعم التفاصيل، نعم نعم الشدة نعم في الشدة، نعم الفاصلة نعم الفاصلة، نعم نعم الفصاحة والأسلوب البلاغي هذا مفروغ منه. لا 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 يعني بكل صراحة سليمان يعني غني عن كل كلام، يعني بكل صراحة هو إنسان من اللي كان وهو يعني قمة، وكذلك يعني في درجة عالية، عمل في التلفزيون الجزائري منذ نهاية الثمانينات، كان معد مقدم أخبار في ورقلة، عمل كذلك منتج للتلفزيون الجزائري منذ مراسل سنوات، كان مراسل لا 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 حتى أولا. الخليج كان مراسل كذلك لقناة المملكة العربية السعودية، قدم برنامجه قبل ما يقدمه خاتم سليمان للتلفزيون الحكومي، قدمه لأم بي سي، تعامل يعني مع الكثير من القنوات، كتب في العديد من المجلات العالمية، سيدتي المجلات المعروفة في القدس العربي، يعني عمل، وكانوا طالبينه العديد من القنوات، هذه شهادة الإنسان راه في دار الحق، يعني الكثير من القنوات العربية في دول الخليج كانوا يطالبوا فيه باش يعمل كمراسل، لكن دائما كان يفضل الجمهور الجزائري، كان يفضل الإعلام الجزائري، كان يفضل المؤسسة الحكومية الجزائرية اللي خدم فيها كمدير إنتاج، خدم فيها كذلك يعني كرئيس تحرير، عمل برامج كثيرة، يعني برنامج خاتم سليمان، زيدني، كذلك فرسان القرآن، كذلك برنامج آخر كلمة، ضيف إلى ذلك العديد من البرامج، وكان حتى مثل ما كنا نستمع على لسان فؤاد كان يفكر في برامج أخرى بحكم أنه أنشأ هذه القناة اللي كان حلم اللي راوت فيه منذ الصغر. لكن ربما في لدى استضافته في رمضان عام 2020 لما كان يتحدث عن المشروع، هذاك البريق تاع الأمل في عينيه، طريقة كلامه كان حلم يراوده منذ الصغر بكل صراحة. وهو كان عاشق يعني للإعلام منذ الصغر، ما ننساش كذلك أنه كان أستاذ
درس في مدينة باتنا في ولاية فعلا. باتنا درس في الثانوية ودرس في العديد، كان كذلك يعني يجب أن نعطي للإنسان حقه، كان يعني كل الجامعات الجزائرية تناديه، وأنا كان يقدم لي دعوة في كل مرة في محاضرات في ملتقيات، كانوا كذلك مراكز التكوين الصحفيين الإعلاميين كلهم يناديه. والله يا علي يعني رانا ليلة جمعة يوم جمعة والسيد يعني راه في دار الحق، كان دائما يروح بأمواله الخاصة، دائما يأخذ سيارته ونقول له يا سليمان على ما نروحوش يعني هذه المنطقة بعيدة نأخذ الطائرة، يقول لك لا خلينا نروح في الطريق، وهو يستمع إلى الأغاني ويستمع كذلك إلى القرآن الكريم، وبالتالي يعني بكل صراحة يعني تعيش معه الفرجة وتعيش معه المتعة في السفريات تاعه، وما تحسش يعني آلاف أو عشرات أو مئات الكيلومترات تديرها معه إلا وتحس وكأنه شاهد الآن. ربما أستاذ سمير هذا التقرير الذي أنجزه الزملاء في البلاد حول المرحوم، وربما حتى أنه كانت فيه تلك التصريحات حول الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وكيف أثر على حياته، لكن للأسف كورونا هذا الفيروس الخبيث يفجعنا في الأستاذ القدير. نشاهد هذا التقرير. في عملنا الإعلامي وأنت تعرف أنه يتطلب منك الحركة، يتطلب منك الخروج، ثم فجأة تجد نفسك محبوسا كطائر في قفص. صدقني يا علي في بعض الأحيان أحس أن رجلي ترتجف، يعني أريد أن أخرج، أريد أن أنطلق، لكنك تجد نفسك ملزم باتباع الإجراءات الوقائية. وأنا رجل خواف، يعني لا أخفيك أنني خاف كثير، لخاف سلم في هذه الفترة، هذا خوف صحي، وبالتالي أنت قلت لك بين فكي الرحى، بين الخوف وبين أن تأدي العمل نتاعك وتخرج. بهذه العبارات الاحترازية عبر سليمان بخليلي في إحدى خرجاته الإعلامية عن تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا. رحل صاحب خاتم سليمان، ترجل الفارس من صهوة جواده، بقضاء من الله وقدره يغادر الجزائر، قام من قامات الصحافة الجزائرية الإعلامي القدير سليمان بخليلي بعد معاناة مع كورونا لازمته في الفترة الأخيرة، وبعد 35 عاماً من العطاء في مجال السلطة الرابعة، وعن عمر ناهز 58 عاماً. لكن علي الوالد رحمه الله حفظت الأداء البسيط المبسط للأداء الصوتي المبسط للقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يا سيدي، لماذا نحن نستهتر ببعضنا البعض؟ لماذا نخون بعضنا البعض؟ فلذلك أنا هنا من في المحتوى الثقافي. رحل سليمان لكنه لن يرحل من ذاكرة أي جزائري، لن ترحل البسمة التي رسمها على متابعيه طيلة سنوات، وسيبقى بخليل علامة مضيئة في مسار الإعلام في الجزائر. فرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحم الله الفقيد وأسكنه في سيحة جناته. كان حلمه أن يستيقظ الجزائريون صباحا والابتسامة على وجوههم. طبعا الابتسامة صعبة اليوم، ونحن استفقنا صباحا على خبر وفاة الأستاذ القدير سليمان بخليلي. أستاذ، حقيقة صدقني الأخي علي، يعني احنا نتابع في هذا التقرير وفي هذا البورتري الخاص للفن للنجم، انا كنت دائما نكلمه النجم ولا مره حتى ولا في رسائل الواتساب، في الرسائل الواتساب دائما يا نجم يا نجم. مانيش مأمن لحد الان انه سليمان توفى بكل صراحه. يعني هذا الرجل، هذا الانسان يعني اللي قدم الكثير للجزائر، يعني مانيش مأمن بلي توفى بكل صراحه. خطفته الموت، الموت خطفاته، يعني خطفاته صدفة. ما كل الكورونا خبيث ولحد الآن الجزائريين ما يأمنوش بالكورونا. يعني سبحان الله، تشوف قامة مثل هذا، مواطن مثل هذا اللي داته الكورونا خطفاته علينا، وما زالوا المواطنين الجزائريين تلقاهم في المقاهي وفي المطاعم. مكانش عنده أمراض مزمنة؟ ما عندوش أمراض مزمنة، يعني كان يدخن لسنوات وتوقف على التدخين لسنتين أو ثلاث سنوات، لكن ما كانش عنده أمراض. لكن شوف يعني كيف خطفته الموت. لحد الآن قلت لك ماناش مصدقين، أنا شخصيا مانيش مصدق، والله ماني مصدق باللي توفى. كي تشوف يعني انسان مثل هذا كنت مع العائله تاعو، وتشوف الصبر اللي عطيه ربي سبحانه للزوجه نتاعو والابناء نتاعو، ما كنتش متوقع انه يكونوا صابرين مثل هذا. كذلك يعني عنده ابنه كذلك في كندا في موريال يدرس هناك. يعني بكل صراحه الانسان حزين ليه هو كذلك اللي ما حضرش. يعني كنا نعتو له مسكين الابن في تشيع جنازه تاع الاب تاعو عن طريق السيلفي وعن طريق الواتساب. شوف باباك يعني كيفاش. فبالتالي وش نقول لك يا أخي علي، يعني فقدت أخ، فقدت صديق، ويعني حياتي أنا حياتي عائلية. أتذكر في رمضان هذا اللي فات ما حبش حتى يخليني يوم نقضي رمضان لوحدي. في كل يوم مسكين يجيني يقول لي يلا تعال، والله يجي. حتى في بعض الأحيان نحشم، يعني وكانوا الإنسان ثقيل على واحد من الأصدقاء، تقول دائما أنا نروح للبيت وربما يزيد يدير أكل زايد عليا، ربما يعني يقتني أشياء على جالتي إلى آخره. والله يجيني للبيت، يجيني للبيت مسكين يقول لي درك نجي أنا ولا نجي الأخ أحمد، يعني ابن أحمد، يقول لي يجيب لك الفطور للدار وكل شيء. فبالتالي قلت لك عنده كرم، عنده يعني أصيل، ابن أصيل. تفضل. نعم. معنا ربما الآن اتصال من الشيخ أرزقي حاج السعيد الإمام. طبعا الشيخ أرزقي مساء الخير. إذن اليوم خبر حزين، اليوم ودعنا الأستاذ القدير سليمان بخليل. خويا علي السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخوي. عظم أجر الأمة الإسلامية بأكملها. حنا واش نقولوا؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، وإن بفراقك يا سليمان لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون. حنا واش نقولوا أخوي علي؟ الأمة الإسلامية حنا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من رجل مسلم تصيبه مصيبة، هذه مصيبة، ويقول كما أمره الله عز وجل، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا وأجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. هذا الرجل العظيم القدوة، قدوة تاع الأمة الإسلامية بأكملها. أنا نوجه واحد ثلاثة رسائل للأمة الإسلامية. سبحان الله، هذا الرجل كان صبر الابتلاء، كان يقرأ القرآن لآخر لحظة في حياته، كان يقرأ القرآن ويدعي وكان صبر، لهذا نحتسبه شهيد عند الله عز وجل. الرسالة الثانية، كرم رب العالمين بالموت اللي نتمنوها بيوم الجمعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما من رجل مؤمن يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله عذاب القبر. أي بشارة أكثر من هذه خويا علي؟ سبحان الله، هذا الإنسان خدمته ختم له ربه بالخير. الرسالة الثالثة، هذا الرجل الإعلامي الثقافي الحامل لكتاب الله، يرى راح يشفع عليه يوم القيامة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سبحان الله، راح حمل في قلبه القرآن الكريم، وكان في الإعلام الهداف. هذا الرجل كان في الإعلام الهداف، كانت عنده رسالة هادفة، هذه اللي رانا نحوسوا خويا عليه. وهذا الإنسان
قد ما نتكلموا عليه ما تكلمش عليه، ولكن يسأل أنه ندعيه له. شفتوا هذاك الجمع والإخوة الكرام اللي راهم في البلاطو اللي دعوا له بالخير اللي راهم يشاهدوا له. حنا الإنسان، حنا أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. حنا نترحموا عليه واش نقولوا؟ وربي يرحمه وربي يسكنوا الجنان وربي يجعلوا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيق. أخويا شكرا جزيل الشكر شيخ رزقي حاج سعيد على هذه الكلمات الطيبة، شكرا جزيل الشكر شيخنا. طبعا العودة إليك أستاذ سمير شعبنا، ربما أنت من القصص اللي أنت دائما ترددها على علاقتك مع الأستاذ سليمان بخليلي، أنه لما كان يجيك الفرنسا كان من الصعب أنه يخرج ويمشي في الشارع، ولأنه الجماهير كانت تحتشد، الجزائريين كانوا يشوفوا فيه صورة الجزائر، كانوا يشوفوا فيه صورة الوطن. قبل ربما الحديث عن يعني زيارته لفرنسا، خليني نقول هذه الكلمة كذلك وهذه الشهادة لله. كان يتمنى أنه يموت يوم الجمعة حتى في الظرف هذا اللي مر عليه، لأنه كان في الرويبة كانت حالته كذلك يعني تسوء من حين إلى آخر، وكان دائما يقول يا ربي يا ربي اديني يوم الجمعة، وربي سبحانه لبى الدعوة نتاعه ولبى الرغبة نتاعه كذلك وراح يوم الجمعة. أما فيما يتعلق أخي علي يعني بتصوير برامجه خارج الوطن، لأنه كان كذلك يعطي لأبناء الجالية تاعنا خارج الوطن مكانة خاصة، أهمية خاصة يعني في البرامج نتاعه. فأتذكر في يوم من الأيام جاءني إلى فرنسا وطلب مني، قال لي بحكم علاقتك احتكاكك مع أبناء الجالية يا حبذا لو ترتب لي يعني أجواء هناك، لأنه يطلب تصوير، يطلب أماكن، يطلب كذلك لقاءات إلى آخره. وأتذكر جيدا يعني في إحدى شوارع مارسيليا المدينة الفرنسية خرج لي هذا الشارع اللي يسمى بلزانس، وبدأ يأخذ في الصور، وإذا به مكان هو مكان عرب، مكان جزائريين، فالتفوا به يعني مجموعة كبيرة عددها لا يعد ولا يحصى، وإذا به تتدخل الشرطة المختصة في مكافحة الشغب، قال لك وش كاين هذا التجمع علاش داروه، فما عرفوش هذا الشخص وشكون، ما عرفوش هذا الشخص عربي مثلنا هكذا. فأنا كنت مضطر أنه أتحدث مع مسؤول هذا المجموعة تاع الشرطة اللي جات، وقلت لهم يا جماعة هذا صحفي جزائري بما يعني يماثل هذا الفرنسي تاعكم بيبي ديال معروف كذلك في القناة الفرنسية، باش طلبوا حتى الفرنسيين أنذاك هذا من الشرطة، قال لك يعني بإمكاننا نأخذ معه صور يعني للذكرى. رحمه الله بطبيعة الحال، هذه من بين الذكريات يعني اللي تبقى رسخة في الذهن تاعي. رحمه الله واسكنه فسيح جناته، وربي يصبر العائلة إن شاء الله ويصبر الله محبيه. لما نقول محبيه بالملايين نحن لا نبالغ. صح. شكرا جزيلا الشكر أستاذ الأسرة الإعلامية لا سيما كذلك، لأنه أنا أريد أن أنحني بكل صراحة في هذا اليوم المبارك، ويعني أشكر جزيل الشكر كل وسائل الإعلام، القنوات الخاصة اللي منذ الساعات الأولى لهذا اليوم إلا وحطوا الرحال أمام بيت الفقيد، ويعني وكانت فيه مباشر يعني على عبر كل قنوات، فأشكرهم جزيل الشكر. طبعا والاهتمام أكيد مش ما فيش نقاش أنه الراحل يستحق ويستحق ما هو أكثر. صح صح. لكن الإنسان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سمير شعبنا. مشاهدينا قبل الختام نترككم مع هذه اللقطات وهذه التصريحات المؤثرة للراحل سليمان بخليلي يتحدث عن الكورونا وكيف تأثر بالكورونا، ولكن للأسف وهذا قضاء الله الذي لا مرد له والذي نشكره عليه دائما، قد اختطفه هذا الفيروس الخبيث. وليبقى دائما ربما هذه نصيحة من الراحل إلى جميع الجزائريين، كل الاحتراز وكل الوقاية وكل الوقاية. طبعا قبل الجينيريك راح نسمعوا هذه التصريحات. سلام الله عليكم. بين فكي الرحى، أول شيء احنا في عملنا الإعلامي وأنت تعرف أنه يتطلب منك الحركة، يتطلب منك الخروج، ثم فجأة تجد نفسك محبوسا كطائر في قفص. صدقني يا علي في بعض الحين أحس أن رجلي ترتجف، يعني أريد أن أخرج، أريد أن أنطلق، لكنك تجد نفسك ملزم باتباع الإجراءات الوقائية. وأنا رجل خواف، يعني لا أخفيك أنا خاف كثير. لخاف سلم خاف في هذه الفترة، هذا خوف صحي. وبالتالي أنت قلت لك بين فكي الرحى، بين الخوف وبين أنه تؤدي العمل تاعك وتخرج. فبالتالي اليوميات يعني تنحصر على نحو أقول ربما لكورونا ولهذا الوباء الذي أسأل الله تعالى أن يرفعه عنا، له كذلك ما يجعلنا نلزم بيوتنا. نعم، لكن
أقرأ في بعض الأحيان. الآن في الجزء الثاني من مذكرات مهاتما غاندي، في تفسير أنا أقرأ تفسير نابلسي وأعيده للمرة الألف يعني إذا صح التعبير. كلما قرأت هذا التفسير يا محمد وكأنني أكتشفه من جديد، تماما مثل القرآن الكريم. صدقني عندما أمسك المصحف الذي يعني بحمد الله تعالى وبفضل حفظته صغيرا، أقرأ الآيات ويعني وانتبع بأصبعي وكأنني أقرأ الآية لأول مرة.